السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، هنكمل مع بعض مادة الـ Statistics وده الشابتر الأخير إن شاء الله. الشابتر ده عنوان Index Numbers، مفهوم الـ Index Numbers الأرقام القياسية، أو أنا بستخدمها علشان أعمل مقارنة بين ظاهرة معينة في السنة اللي فاتت والسنة دي. على سبيل المثال الأسعار بتاعت سلع معينة السنة اللي فاتت كانت كام والسنة دي كام، زادت من 6 ابتدت بقت إيه، كذلك بالنسبة للكميات وكذلك بالنسبة للقيم. الـ first goal compute and interpret a simple unweighted index numbers. second goal compute and interpret unweighted aggregate index number. third objective compute and interpret a weighted aggregate index numbers. كلمة index numbers بتديني التغيرات الـ variable changes في الـ prices اللي هنديها الـ CVP والـ cons هنديها الـ CVQ والـ values اللي هي حصل بقى السعر في الكمية والبي تايمز الكي بين فترتين مختلفتين، في فترة بسميها بيس بيرينج وفي فترة بسميها كونفرجن بيرينج. هنشوف دلوقتي البرايس اندكس نمبرز، الكوانتيتي اندكس نمبرز، والفاليو اندكس نمبرز. دي الثري تابس اللي عندي. البرايس اندكس نمبرز بنسميها بي، البرايس ان جيفن بيريد ديفايدد باي البرايس ان بيس بيريد تايمز عدد البرايس. الكرنت برايس هنسميها بي تي، البيس برايس هنسميها بي نوت تايمز عدد. يبقى الـ simple index number of prices هي pt divided by b node times 100. كذلك بالنسبة الـ simple quantity index number qt divided by q node times 100. qt هي الـ quantity في السنة معينة و q node هي الـ quantity في سنة الأساس. الـ value index number، الـ value هي عبارة عن bt في qt، يبقى الـ current price في الـ current quantity divided by base price في base quantity، أو v node divided by bt divided by q node times 100. الاجريجيت اندكس نمبرز بجمع مجموعه السلع اللي هي على سبيل المثال سلعه الالبان، سلعه الحبوب الى اخره، سم اوف بي تي ديفايد باي سم اوف بي نوت تايمز 100. بالنسبه للكوانتس هنسميها كيو، سم بي كيو تي ديفايد باي سم كيو نوت تايمز 100. بالنسبه للفاليو سم بي تي كيو تي ديفايد باي سم بي نوت كيو نوت تايمز 100. اذا فرضنا نكتب شو ذا برايس اند كونس اوف 3 كومودينز ان 2010 اند 2013، في ايتم اسمها ايه، ايتم بي ايتم سي. البرايس في 2010 كان 10 2012، 2013 2060 and 2025. الكوانتس في 2010 موجوده، الكوانتس في 2013 موجود. كالكوليت ذا سمبل اندكس نمبرز اوف برايسز كوانتيتيز اند فاليوز فور ايتش ايتم، اند ذن كالكوليت ذا اجريجيت اندكس اوف ذا برايسز اند ذا كوانتيتيز اند فاليوز. السمبلز بتاعتي البرايسز بنديها سمبل بي، الكوانتس بنديها سمبل كيو، الفاليوز دي سمبل بي كيو. في 2010 هنسميها بي نوت السنه القديمه، السنه الجديده الموست ريسنت هنسميها بي تي. يبقى في بي نوت الاسعار في 2010، بي تي الاسعار في 2013، كيو نوت البيز بيريد، كيو تي نوت في 2010، كيو تي الكرنت في 2013 الموست ريسنت، بي نوت كيو نوت الفاليوز في 2010، بي تي كيو تي الفاليوز في 2013. لما اجمع بي نوت هتبقى 10 20 12 يبقى 42، دي سب بي نوت. البي تي 20 60 25 مجموع 105 سب بي تي، كذلك الكيو نوت سم كيو نوت 180 سم كيو تي ب 300. اضرب البي نوت في كيو نوت يعني 10 في 50 يديني 500، يبقى الفاليو في اول سنه في الاول ايتم. 20 في 100 يديني 2000، الفاليو في السكند ايتم. 12 في 30 يديني 360، الفاليو في السيرد ايتم. جمعهم 2060 اللي هي سم بي نوت كيو نوت، كذلك بي تي كيو تي. عايز اجيب السمبل برايس اندكس نمبرز للايتم ايه، هيبقى بي تي ديفايد باي بي نوت تايمز 100، البي تي ب 20 ديفايد باي بي نوت 10 تايمز 100 يديني 200%. يعني ايه 200%؟ يعني الاسعار زادت من سنه 2010 الى 2013 بنسبه 200%، يعني السعر الدولار. طبعا لو طلع الاندكس نمبر ب 100 يبقى مفيش تغيير، طلع فوق ال 100 يبقى الزياده هي اللي فوق ال 100، طلعت تحت ال 100 يبقى النقص هو اللي فوق اللي تحت ال 100. فهنا 200% فوق ال 100 يبقى الاسعار زادت بنسبه 100%، يعني ب 10 بقى ب 20. السيمبل برايس اندكس نمبرز للايتم دي هي بي تي ديفايد باي بي نوت تايمز 100، 60 ديفايد باي 20 تايمز 100 يديني 300، يبقى مقدار الزياده هنا 200%. السيمبل برايس اندكس نمبر للايتم سي بي تي ديفايد باي بي نوت تايمز 100، 25 ديفايد باي 20 تايمز 100 هديني 283%، يبقى زياده 188%. الكوانتيتيز كيو تي اوفر كيو نوت تايمز 100 للايتم اي 75 ديفايد باي 70 تايمز 100. بالنسبه للايتم بي
135 على 100 تايمز 100. بالنسبه لايتم سي 90 على 30 تايمز 100. عايز الفاليوز يبقى بي تي كيو تي ديفايدد باي بي نوت يونت، مره للايتم اي مره للايتم بي مره للايتم سي. الايتم اي هتطلع 300%، الايتم بي هتطلع الفاليوز بتاعتها زاد 405%، الايتم سي 625%. عايز الاجريجيت اندكس نمبر هسميها بي، بسام بي تي ديفايد بسام بي نوت تايمز 100. لما نرجع للجدول سام بي تي 105 على سام بي نوت 42 في 100 يديني 52. الكيو هيبقى سام كيو تي ديفايد بسام كيو نوت تايمز 100 300 على 180%. الفاليوز هيبقى سام بي تي كيو تي ديفايد بسام بي نوت كيو نوت تايمز 100 هيديني 414%. من اشهر الارقام القياسيه اللي عندنا بنسميها الويتد اندكس نمبرز، في سبير برايس اندكس نمبر، في سبير كوانتيتي اندكس نمبر، في باش برايس اندكس نمبر، في باش كوانتيتي اندكس نمبر. بالنسبه للسبير هو سم بي تي تايمز كيو نوت ديفايدد باي سم بي نوت تايمز كيو نوت، يبقى مجموع الاسعار الحديثه في الكميات القديمه على حصر ضرب الاسعار القديمه في الكميات القديمه، ده السبير. بالنسبه للباش الكميات، بالنسبه للسبير كوانتيتي الكميات الجديده في الاسعار القديمه على الكميات القديمه في الاسعار القديمه. بالنسبه للباش للبرايس، البرايس الجديد في الكوانتيتي الجديد على البرايس القديم في الكوانتيتي الجديد. وبالنسبه للباش للكوانتيتي هيبقى الكوانتيتي الجديده في بي تي كيو تي في بي تي على كيو نوت في بي نوت تايمز 100. والافضل رقم قياسي بنسميه فيشر ايدل اندكس نمبرز اللي هو الروت بتاع السبير في باش. فلو هضرب السبير للاندكس اللي بالنسبه للبرايسز يبقى باش للبرايس، او بالنسبه للكوانتيتي يبقى باش للكوانتيتي. تابع المثال دوت، يدينا 3 ايتمز كورن ويت بينز، البرايس 2010 كوانتيتي بي نوت كيو نوت، 2018 بي تي كيو تي، للثلاث ارقام للثلاث سلع. عايز سمبل برايس اندكس نمبر، سمبل كوانتيتي اندكس نمبر، سمبل فاليو اندكس نمبر، سمبل اجريجيت برايس اندكس نمبر، سمبل اجريجيت كوانتيتي اندكس نمبر، سيمبل اجريت فاليو اندكس نمبر، لسبير برايس اندكس، لسبير كوانتيتي، لسبير باش برايس، باش كوانتيتي، فيشر برايس، فيشر كوانتيتي. احط الرموز بتاعتي بي نوت بي كيو نوت بي تي كيو تي، بعدين بي نوت كيو نوت بي تي كيو تي بي تي كيو نوت بي نوت كيو تي. المجاميع بتاعتي اهي تحت اللي في الصف الاخير. بالنسبه للكورن هيبقى 4 على 2%، بالنسبه للويت هيبقى 1 على 3%، بالنسبه للبينز هيبقى 5 على 7%. بالنسبه بقى للكوانتيتيز هيبقى بالنسبه للكورن 12 على 10%، بالنسبه للويت 8 على 6%، بالنسبه للبينز 9 على 2%. الفاليوز هيبقى الفاليو بتاعت الكورن 48 على 20%، بالنسبه للويت 8 على 18%، بالنسبه للبينز 45 على 14%. بالنسبه للاجريجيت اندكس نمبرز، مجموع الاسعار الجديده الحديثه الموست ريسنت اللي 10 على مجموع الاسعار القديمه 12%، بالنسبه للكوانتس مجموع الكميات الجديده الكرنت ديفايدد باي البيز 29 على 18%، بالنسبه للفاليوز 101 على 52%. السبير اندكس نمبر 56 على 52%، السبير كوانتيتي اندكس نمبر 111 على 52%. بالنسبه للباش البرايسز هيبقى 101 على 111%، الكوانتس هيبقى 101 على 56%. فيشر هو الجروب بتاع السبير في باش، وبالنسبه للبرايسز هيبقى السبير للبرايس في باش البرايسز اندر سكور روت، بالنسبه للكوانتس هيبقى السبير للكوانتس في باش الكوانتس اندر سكور روت. اتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.